سلم على السلامة. صح يا اخويا. تعيش. ايه يا فريده؟ عسلامة الحاج. عسلامة الحاج. لاباس. بارك مبروك. ها راك مليحه هانيه. لاباس الله يهنيك الحاج. ما يخسر حتى شي. ها الله الحمد لله. ودك ما خصوكش يماك باباك. ها يا الحاج الله يرضى عليك. والله العظيم ما تقراش نخش بك. الخدمه بزاف الخدمه بزاف يا بنتنا. الخدمه هذه والهضره هذه ماشي دوكا ومن بعد نكسروا عليها الحاج. انا والله غير راني حاير فيك كيفاش راه عاطي قلبك وتفطر. ها كيفاش يعجبك الله عام كامل ما تجيش تشوف يماك ولا باباك. ها زاد جا سيدنا رمضان. سيدنا رمضان كريم الناس يطلوا على والديهم ويسقسيوا عليهم وانت ضارب النح كلي ما عندكش والديك. يا بابا شوي ديباسي مع الخدمه بزاف هذيا. بصح نعاهدك كي يكون عندي وقت فراغ راني نجوز عندك للدار ونحكي ونقصروا الحاج مع البلاص. عندهم الحق اللي قالوا. ربينا وكبرنا وتعبنا وفي اخرتها هذه هي النتيجه. والله مليحه هذه يا فريد مليحه. تا عندك واحد الطبيعه دائما تقول لي نجيك نجيك بصح والله والو. نسابك يا واحد الهم تروح تجري ليهم وكي جات في والديك راني مشغول وراني لاتي. كل ما زوج نسابك كل ما زوج نسابك. واش هادو نسابي راح ياكلوني الحاج. قلت لكم بعد نجوز لك ونحكي واحد الحاله. خليني بنسابي عن بابك غير تكره لي كلش حياتي الحاج. تلقي مولاك. جيه نعرفك انت تكذب. انت واقيلا ما تحشمش واقيلا ما تحشمش تاع الصح. سبحان الله العظيم. يا الله يا الله. عمي الحسين صباح الخير. عمي رزقي. اهلا سي رزقي. لعسلامتك عمي. الله يسلمك سي رزقي. الله يسلمك. لعسلامتك واش بيك؟ واش بالخير يا سي رزقي واش بالخير؟ بعد الاهلي كيما هادم الولد هذا لك تشوف السبع هذا ديالي. الله يبارك. يسكن خمس خطوات على الدار باش يجي يطل علينا حتى باباه يجي الحانوت. يا عمي شاغل الخدمه بزاف جي شوي ديباسي نظن فاهم فيه ما حاش تدخل في راسه. لا لا وليدي فريد ماشي هكذايا. فريد وليدي هيا دوك مسامح كريم عمي. شوف يا سي رزقي لو كان جا يعرف لو كان جا كيما الناس الاخرين يجي يسلم لي على راسي ويقول اسمح لي يا بابا. والله غير هذيك يديرها. هيا فريد وليدي. عمي رزقي والله غير نستعرف بالغلطه. انا غنطلب منه السماح واليوم نفطر عنده فطر ولا كتب الله. الله ينور. الله يشجيك. سامحني الحاج. هيا هيا هاي هاي وصح فطوركم. الله ينورك سير سقي. الله يسلمك. الله يبارك. هاي لا سيربريز اليوم. شكون؟ مرحبا مرحبا مرحبا. اتوحشناك الحاج. عدنا مده ما شفناكش. شوف نقول لك حاجه ونقولها في وش فريد مالغري فريد خويا بصح والله العظيم لا الحانوت بلا بيك ظلمه. صح والله يا الحاج حاسب لي بربي غير ضل سقسي عليك. اي سقسي عليك يا اخي. راهي اختي واش نقول لك؟ راني لاباس الحمد لله بصحتي. واشنو قلت انا يعني المحل باش يبقى فارغ نخلي فيه في فريد خير من اللي يبقى فارغ. بصح انت هو البركه يا الحاج. انت هو البركه. امالي اليوم الحشا عندك؟ لا لا عندي يا بغدا بصح الخلاص والله فاكتور عليا ان شاء الله ولا كتب الله. مين تخلص انت يليق الحاج تقلشه. بيان سور. على بالك الوالدين واحد ما يعرفش حبرهم حتى كي يتزوجوا يولد. صح. اش نعطيكم؟ الكبده مليحه. ديري كبده لي كوتلات رفده رفده رفده. انا ندور مع الحاج ونجول عندك. ما يكون غير خاطرك يا شاطر. مرحبا مرحبا الحاج. مرحبا. كيما قال لك رفده 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 وتهلا. اجي عمر. واش ابو جمعه؟ هات لي الدلاع وليدي. ما تكون كي تاع البارح. الدلاع كنت البارح ابو جمعه. اش ناكل انا؟ دي بطيخه وجديد. ايوا بعد ذلك كنحلو كي انت. استنى شوف هالكلمة هذه شوف مديها لي نضعف. ايه وزنك؟ يلا وزن 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 وزن. شوف بعدا شكون هذا اللي يلغاها. هادي هذا ميمون. ها البلاد اش الحالة؟ ربي ليك الحمد الحمد لله. ايه اخويا بعت الماجدة. عاود جي مليح اوليدي مليح. لا والله لا توحشتك اخويا والله لا توحشتك. والله يا خويا لا توحشتك. عاد بعدا انا كاع هنا التراويح كاع حرم عليا كاع اصماط لي كاع بعدا بلا بيك كاع. ايه اسيتي الحمد لله بلغ ليه كاع السلامه وليدي. ايه ايوا على خير على خير بلغ ليه السلام. صافي شكون هذا ابو جمال؟ هذا ميمون خويا نتاع البلاد. خوك خوك والله كيما انا وانت. يا ودي راني نقول لك خويا هذا ما وبويا ودي. سبحان الله راه. ايه يا سيدي. ما زالت الناس تعيط لبعضها والخاوه ويعيط لك تعيط له. العجب هاجي نقول لك كان يعيط لي وكنت نعيط له كل زوج سوايع.
ايوا بعجانك ملي داك الفليكسي هذاك راه هو يعيط لي بعجانه. علاش راك تسول وتزور وتبحت فيا هكذا وتجايني وجايبني وكاع؟ والله يا بوتي ما غير راك قلبتني وين كنت؟ انا راني نسيت دارنا، نسيت خاوتي، نسيت فاميلتي، نسيت جيراني، نسيت الجيران. تعرف ابو جمعه انا كنت جون هذه مده واحد 10 سنين 15 سنه هكذاك. خلصنا القرايه جينا مع لي جون صحابنا قال لك العاصمه راهي في خدمه فيها وفيها الدنيا هانيه وفيها القوتية جينا رفاق هكذاك مع بعضنا. يا اخي وقتي خدمنا جميع الخدمات، خدمت الحفافة، خدمت القهاوي، خدمت الريستورات، نحيت البطاطا. روح زمان تلاقيت مع الحاج الخضر مدلي بنته. من هذاك شوف عندي خويا راه دوكا عنده واحد 7-8 سنين ملي دخل مسكين الحبس، والله ما على بالي ما نباله التليفون ما كانش بيناتنا. شتي ما وقفت ما رحت شفته ما والو. وانت الكبير في الدار. انا الكبير. عادي لا يا الله. هادي خدمة كاع ما يخدمها السي عمر. هادي أصيلة الرحم راه وصى عليها ربي يا وليدي. هات لي هذيك البطيخة راك كاع فقعتني كاع اليوم بعدا راه راه. ولك يا أبو جمعة والله يا اليوم غير معمر قفة من كل فاكهة ونروح لخويا في الحبس ونطلع عليه ونطلع على أصحابه ونعمر التليفون. ما نرقد حتى نعيط لخاوتي لحبابي لصحابي يا الجرح هذا غير ينداويه والله نحي. أما نخافش عليك أبو عمر. انت عسل وقلبك بيض. شحال نعطيك بعدا قول لي يا شحال. روح ابو جمعه الله يسهل روح. روح الله يسهل روح. وصافي يا وليدي على خير. لا حول ولا قوه الا بالله. مزيا اللي لقيتك، ما تحشميش وما عندكش على تحشمي. اش بيناتنا؟ ها؟ انت هي تزعقي عليا وتبيع لي الخرده. ايه نبيع لك الخرده ونزيد نبيع لك الخرده، صافا كوم سا. لا اختي، كاش حاجه ما بيناتنا؟ تبايعنا وتشارينا. نفكرك واش درتيني؟ العام اللي فاتو كديتيني عند الحفافة حبيبتك داكلي البخوجوي بيريمي وشعري قاطح لي وليت فرطاسة. على بالك واش صرالي؟ 5 ملايين باش داروا لي الشعر غرسوهولي. ان شاء الله ينوض لك الحريق ماشي الشعر في راسك. ما تحشميش والله ما تحشمي. عامين وانت شادت لي الحقد. انت ماشي مليحة انت يا شوفي كون ما جاش رمضان والله العظيم والله فوتك في فيوندا شي فوتك في الماشينة ودير فيوندا شي وانا مالك نلحق في الماشينة. خليني نهضر بالعقل بالعقل بالعقل. هاتي خطبيع الخردة هاتي خطبيع الخردة خليني نهضر خليني نهضر. وانت تاك تبيعي كونجري بيريمي. شوفي شوفي زيدي تهضري. صلي على محمد 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 صلي عليه وسلم. صوتكم يتسمع من برا هو من برا صوتكم يتسمع. والله عيب عيب والله عيب عيب. رمضان رمضان ها خافوا ربي. صلي على محمد صلي على محمد صلي عليه وسلم. تطلع لك طونسيون طيحي تموت يدرك تجي لهم بالاسكوز. خممت عليها طلع لها طونسيون. لا انت ثاني اختي عتيقه سبحان الله. رمضان رمضان الناس تتسامح مع بعضها ها. شوف الوقت اللي وصلنا له يا لطيف ها. الولد يعادي باباه يعادي امه الجيران يكرهوا بعضهم ها. المحبه راحت خلاص ها. اطلبي منها السمع. انا اطلب منها السمع. تمريض السمع. انا ما نسامحهاش. انا نطيحني فيه ولا نقولها سبحيني انا وانا اللي نطيحني فيه. شفتوا هاو تكبر هاو تكبر هذا تكبر. انت تكبرتي عليها وهي تكبرت عليك. عاد يطلب السماح ضعيف. لا 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 اللي يطلب السماح هذا كولي قلبه مليح هذا كولي متخلق ولد فاميلا حتى ربي حتى ربي يحبك ها. ربي ويغفر لعبده وانتم ما تسامحوش بعضكم. والله عيب. المسامح كريم ربي عايش. هاي سامحوا بعض هاي انا متسامح.